الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله، شهادة مليئة بالعرفان، مخرجة صاحبها من النيران، مدخلة إياه إلى الجنان. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، نحييكم بتحية الإسلام، نحييكم بتحية السلام، نحييكم بتحية الأمن، تحية المودة، تحية المحبة، تحية اللطف، تحية حب الله وحب ملائكته وحب أنبيائه، تحية حب خلقه، تحية ليس فيها إلا السلام. سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته. في هذه الدقائق القليلة نتكلم معكم عن آية جميلة في سورة آل عمران، وكل آيات القرآن جميلة. هذه الآية التي ينبغي أن نتفكر بكلماتها ومعانيها وأن نتدبرها وأن نعيشها، آية 79 من سورة آل عمران: وما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ما كان لنبي، لموسى أو لعيسى أو لمحمد عليهم أفضل الصلاة والسلام، أن يعلم الناس أنهم المقصودون بالعبادة. كلهم علموا أتباعهم وأممهم ألا تكون العبادة إلا للواحد الأحد الفرد الصمد. ولكن عيسى يقول لأتباعه، لحواريه، لأنصاره: ما كنت لأعلمكم أن تعبدوني من دون الله، ولكن كنت قد علمتكم وركزت على أمر مهم، هو أن تكونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. تكلم العلماء والمفسرون والشعراء والنثار في هذه الآية كثيرا. ما معنى كلمة ربانيين؟ وما معنى كلمة تعلمون الكتاب؟ وما المقصود من هذه الآية؟ إخواني أخواتي، ربانيين قال فيها العلماء كثير. لنكون ربانيين ينبغي أن نكون علماء، لنكون ربانيين ينبغي أن نكون حكماء، لنكون ربانيين ينبغي أن نعلم الناس الخير، لنكون ربانيين لابد أن نكون من أهل الحلم، لنكون ربانيين لابد أن نكون طائعين لله سبحانه وتعالى، لنكون ربانيين ينبغي أن نكون مخلصين، أعمالنا لا تفعل ولا يقام بها إلا إرضاء لله سبحانه وتعالى وليس لهدف شخصي. لنكون ربانيين لابد أن نكون طائعين، عابدين، متعبدين. من أجل أن نكون ربانيين ينبغي أن تلتصق قلوبنا بالله، وأن ترتبط قلوبنا بالله، أن ترتبط عقولنا بالله سبحانه وتعالى. لو لاحظنا الآيات التي جاءت بعد هذه الآية وحتى نهاية السورة في سورة آل عمران لوجدنا صفات كثيرة من أولئك الربانيين، لأولئك الربانيين. لن أذكرها جميعاً، أذكر بعضها. في آية 80: إذ أنتم مسلمون. من أجل أن نكون ربانيين لابد أن نستسلم لله سبحانه وتعالى ونقبل ونطيع ما أمر الله به، الاستسلام القلبي والعقلي والروحي والجسدي. من أجل أن نكون مسلمين ينبغي أن يسلم الناس من ألسنتنا وأيدينا. من أجل أن نكون مسلمين ينبغي أن يأمن جارنا بوائقنا. في آية 89: إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا. حتى نكون ربانيين ينبغي أن نعترف بذنوبنا إذا أذنبنا، وبأخطائنا في حق الله وفي حق العباد إذا أخطأنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يقبل توباتنا، وأن ليس فقط أن نتوب بالكلام وبالدعاء، ولكن وأصلحوا، أن نصلح ما كنا فعلناه
وأن ننتقل من حالة الذنب إلى حالة الطاعة. فإذا أخطأنا في حق جيراننا نتوب إلى الله، ولكن نعتذر لهم ونغير من سلوكنا. إذا أخطأنا في حق أهلنا، أزواجنا، زوجاتنا، أولادنا، أمهاتنا، آباءنا، ليس فقط أن نتوب إلى الله، ولكن أن نطلب منهم المغفرة وأن نغير من سلوكنا معهم. في آية 92: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. حتى نكون ربانيين ينبغي أن نكون من أهل الكرم والإكرام، ننفق مما نحب، ليس ننفق مما لا نحب. يعني من الطبيعي أن تتبرع بقميص أنت لا تريده، ولكن الإيمان والإسلام والربانية أن تتبرع بقميص أنت تريده. من الطبيعي أن تعطي جارك أكلة لا تريدها، ولكن أن تكون ربانيا أن تعطيه الأكلة التي تودها لنفسك. في آية 104: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. حتى نكون ربانيين ينبغي أن ندعو إلى الخير، كل الخير للناس، كل الناس، للبشرية، كل البشرية، وحتى للحيوانات ندعو للخير للطبيعة كذلك. في آية 114: يسارعون في الخيرات. حتى نكون ربانيين ينبغي أن نسارع في فعل الخيرات وأن نتنافس في فعل الخير، فعل الخير مع الناس، كل الناس. في الآية التي بعدها: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. حتى نكون ربانيين ينبغي أن نكون من أهل الذكر. قياما كنا في سياراتنا، كنا في غرف النوم، كنا في غرف الجلسة، كنا في مطابخنا، كنا في سياراتنا، كنا في الشوارع، كنا أن نكون من الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، حيث وجدنا نحن نذكر الله سبحانه وتعالى. وفي آية 191: ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، نتفكر في خلق الله. كلما رأيت نجما قلت سبحان الله، وكلما رأيت القمر قلت سبحان الله، ولما رأيت الشمس قلت سبحان الله، ولما رأيت شجر الزيتون قلت سبحان الله، ولما رأيت النخلة قلت سبحان الله، لما تبسم أحدهم لأن البسمة من الله قلت سبحان الله، ولما أكلت قلت سبحان الله، في الصباح قلت سبحان الله، وفي المساء قلت سبحان الله. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا، سبحانك فقنا عذاب النار، في حالة دعاء لله سبحانه وتعالى. هذه الصفات من دورها أن تجعل منا ربانيين. هناك صفات تكلم فيها العلماء، بعضها مستوحى من آل عمران وبعضها من غيرها، في كيف نكون ربانيين. الرسوخ في العلم دراسة وفهما وتنقيحا من صفات الربانيين. العمل، عمل الخير، من صفات أهل الربانية، وأن تكون أعمالنا مطابقة لما أراده الله سبحانه وتعالى. اتصالنا بالله والتمسك بالإسلام صفة من صفات الربانيين. القنوت في الليل، أمن هو قانت أناء الليل ساجدا وقائما، يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، من صفات الربانيين. الإخلاص للمعبود، من صفات الربانيين. الفقه والتفقه، من صفات الربانيين. الحكمة، 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 الحكمة في خطاب الناس، من صفات الربانيين. عزة النفس والزهد، من صفات الربانيين. الورع والحرص على الطاعة، من صفات الربانيين. التواضع، 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 وما أدراك ما التواضع. التواضع، التواضع، من صفة الربانيين الذين يريدون وجه الله سبحانه وتعالى. الزهد، من صفة الربانيين. اجهد في الدنيا يحبك الله، واجهد فيما عند الناس يحبك الناس. الانضباط، 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 أيضا من صفات أهل الربانية. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اجعلنا من الربانيين، من أهل التقوى، ومن أهل العلم، ومن أهل الإخلاص. اللهم آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وحتى نلقاكم في حلقة أخرى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.